ما نريد من الوجود الأمريكي في العراق في دعم قواتنا بالتدريب وتطوير كفاءاتها وقدراتها والتعاون الأمني. العراق اليوم جاهزيته كجيش وقوات عسكرية وأمنية قادرة على الدفاع عن نفسها، فنحن ليس في أمس الحاجة اليوم فقط إلى الدعم وتطوير كفاءاتنا وعدم حاجتنا إلى أي قوات قتالية أجنبية على الأراضي العراقية. في نفس الوقت العراق عنده مجموعة من الأسلحة الأمريكية تحتاج إلى الصيانة والتدريب، وسوف نطلب من الطرف الأمريكي الاستمرار بدعم قواتنا وقدراتنا في تطوير كفاءاتنا وقدراتنا. الحكومة تمتلك رؤية خاصة تنظر في المصلحة العراقية، وهذه الجداول ستكون وفق احتياجات العراق. بكل تأكيد الحرب ضد داعش وجهوزية قواتنا حطت أو فرضت جداول خاصة، هذا تعتمد على المفاوضات التي سوف نجريها في واشنطن.